بالعافيه بالعافيه. يا سلام. شو بلاقي ما في حدا؟ نحن جايين بكير والهو متاخر. لا انت صادق، نحن جايين بكير على بين ما نشرب قهوتنا بيكون وصل. ليوم متاخر. لا يا بهجت، اوعى تغلط في غلطه مره ثانيه. نحن عنا بعصابتنا، بقصد بشلتنا، المواعيد مقدسه اكثر من الامريكان نفسهم. شو بتشرب استاذ حسام؟ استاذ حسام شو بتحب تشرب؟ قهوه ساده. اثنين ساده لو سمحت. على عيني. وليش ناديتني حسام؟ اخي مو ضروري الجرسون يعرف اسمك الحقيقي. نحن عنا بالعصابه، قصدي بالشله، التمويه شغله اساسيه، ومعلمنا الله يطول بعمره بيقتبس هالحركات من الافلام الامريكيه والبوليسيه اللي بيشوفها. يا اخي فعلا معلمنا زلمه عجيب وما بيضيع وقته بنوم، ويا من تراه قاعد عم بدرس ويطلع على اخر ما توصل اليه علم وفن النصب والاحتيال والسرقه، سواء كان هذا الاطلاع بالافلام ولا بالروايات. يعني باختصار معلمنا رجل كامل ومتنور. يا سيدي الله يعطيه العافيه، لانه الواحد اذا ما تابع شغله الدنيا بتسبقه. إيه لك حتى تعرف انت مع مين عم تشتغل. اي قسما بالله امك رضياني عليك، لانك رح تشتغل مع عصابه مثل عصابتنا ومعلم مثل معلمنا. يعني فكرك انت بتصح لمين ما كان هيك فرصه؟ العالم عم تبوس ايديه وشه وقفه حتى ينتصبها للعصابه وهو ما عم يرضى. فعلا خزيت العين حوله، بس بتعرف قلبي نازل من عمليه اليوم. هلا هي بتسميها عمليه انت الثاني؟ لك شو بدي اسميها؟ صوتي صوتك اجرت. تفضل الشباب. يسلموا اخي. مثل ما قلت لك سلام. سعاد حسني الله يرحمها مثل ما عاد تشوف الشاشه العربيه. اي ولد هي اخت القمر. هي شفتني شلون موهت الحديث لما قرب الجرسون؟ شفت طبعا حبيبي، هي الحركات بيموت عليها المعلم. ايه نحن عن شو كنا عم نحكي؟ عن العمليه. ايه تذكرت، هي يا سيدي مو عمليه، هي اسمها تحلايه، تنكيشه اسنان، تسلايه، طقطقه. وهالعمليات هي بنعملها حتى ما نضل بلا شغل ونضل محافظين على لياقتنا ورشاقتنا وتشغيل مخنا لبين ما تجينا العمليه الكبيره. صحيح ذكرتني، انت شفت افلام الفيديو اللي اعطيتك اياهم الاسبوع الماضي؟ ايه طبعا شفتهم. اسمع مني وارجع شوفهم مره ثانيه وثالثه واستوعبهم منيح، لانه في احتمال يمتحنك المعلم فيهم، لانه هو بيحب اللي بيدرسه. طيب مثل ايش بده يسالني يعني؟ اسئله عن الفيلم، لانه المعلم بيحب يركز كتير على الجانب الثقافي بين افراد العصابه. بقى ادرس الافلام منيح مشان ما تتبهدل. ها منيح اللي قلت لي، معناها رح ارجع اشوفهم مره ثانيه. بس بتعرف حاسس انه يعني وجودي بهالعمليه مثل قلته، حاسس حالي كومبارس. لا يا حسام لا تغلط، هو صعيد دورك بالخطه صغير كتير بس اساسي ومهم. والمعلم وقت اللي بيوزع الادوار ما بيدور على الدور الكبير والدور الصغير، بيعطي كل واحد على قد امكانياته. واذا اثبت اليوم موجوديه اكيد بالخبطه الجايه رح تاخذ دور اكبر من هيك بكثير، انا واثق. صباح الخير شباب. اهلا. اهلين استاذ نوري. اهلين. لسه كل يوم بتطلع لي باسم شكل هلكنا بقى. لك ضرورات المصلحه يا حبنا. شو سميت ولد عيد تاني اليوم؟ حسام. حسام يلا يلا قوموا يا شباب دوبنا. يلا. شايفه. علي. بدي شي ورقة يكون عليها القيمة. شلون يعني استاذ عليها القيمة؟ يعني يكون رقم خرج يربح. ايه تكرم عينك، هي كل ورقة، نقي الورقة اللي على كيفك، تفضل. هات ال 20 مليون، 20 مليون. شو رأيك بهالرقم؟ صفرين، خمستين، سبعتين؟ والله معقول كثير، بعدين هي الأرقام المكررة استاذ دائما عم تربح. من عدا الخمسات. يا أخي أنا ما بحب الخمسات نهائيا، مسيك. طيب شوف لي هالنمرة هي استاذ، مكررة وما فيها خمسات. عرجيني لشو؟ لا 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 لا، هذا ببلش بثلاثة، أنا بدي إياها تبلش بالصفر، لأنه المكنة الأخرانية اللي على اليسار عم تعلق دائما على الصفر، فبدي إياها يبلش بالصفر. طيب استاذ شوف لي هالنمرة هي، أكيد رح يعجبك الرقم. عرجيني لشو؟ 20 مليون، 20 مليون.
هلا قبل ما تتصل اخذت اشاره؟ طبعا ما شفت اعطاك اشاره. لسه بدي افك خبز كثير. وليش بقى؟ هلا انت ما انتبهت لما شلح النظارات. ايوه عم يعطي خارج التغطيه. طيب شو العمل؟ بتصدق هالبلد مو خارج الواحد يشكل عصابات محترمه ويخطط لعمليات كبيره. اوف وليش بقى؟ كشو ليش بقى؟ شغله صغيره مثل هي ممكن تفركش لك الخطه كلها، يعني اذا اعتمدنا على الموبايل وما اشتغل بنروح دبلكه. معناها لا احكي من الكابين. استنى استنى علق. الو يا طيب القلب وينك؟ انا بانتظارك مليت. ايه طبعا طبعا صاروا بالان. اوكي باي. شو هي يا طيب القلب وينك؟ اسمع لك، حتى كلمات السر اللي بنستعملها بالعصابه جديده ومبتكره وما في عصابه بالبلد قبل ما تستعملها. شو بدنا استاذ بين كل هالارقام ما عجبك ولا رقم؟ لك طول بالك شوي، شبك وصلتك مهروقه؟ لا اله الا الله، شوف هالنمره هي حلوه هي بتعجبك. ايه هي منيحه، هي منيحه كثير مبينه كثير منيحه. هيك تعال عوضين الله معه. ايش صارت الساعة؟ 11 وربع. شفت؟ خلصنا على بكير. غب لك ساعة وتعا خدني، بس لا تغبط كثير. الجماعة عم ينتظرونا لنمضي معهم العقد. تؤمر استاذ. تحياتي استاذ. اهلين وسهلين. شو بتحب تشرب؟ قهوة حلوة إذا سمحت، مع كاسة مي إذا بتريد. على عيني وراسي. كميل الو. مرحبا سيد كميل، انا خلصت من البنك
والمبلغ صار جاهز معي. هلا عم احكي من الكافيتيريا. اي نعم العقود جاهزة. اي نعم. لا لا نحن على موعدنا اذا الله راد بعد ساعة تقريبا. اي بكون عندك. يعني على بين ما اشرب فنجان القهوة. وهو كذلك. الله معك كميلي. تفضل استاذ. يسلموا ايديك حبيبي. عاش من شافك حبيبي او سمع عنك خبر. لحد هلا كله بالسليم والسيناريو ماشي تمام. يلا ليه؟ انا اسفه للازعاج بس حبيت اقعد واحكي معك اذا ما عندك مانع. لا لا ولو. اهلا وسهلا تفضلي ارتاحي. شو بتحبي تشربي؟ لا لا يسلم ايديك هلا شربت فنجان قهوه. حضرتك اول مره بتجي لهون؟ اي والله اول مره. وانتي؟ انا اول كل شهر بيجي بشرب فنجان قهوه هون. يظهر انك بتقبضي راتبك اول كل شهر وبتحبي تدللي حالك بفنجان قهوه بالكافيتيريا، مو هيك يا انسه؟ صحيح، بس انا مو موظفه، انا مديره شركه استيراد وتصدير. برافو عليكي، يعني صبيه بهالعمر هاد ومديره شركه، شغله غريبه شوي ما هيك؟ ليش انت شو عرفك بعمري؟ يا انسه، صحيح انا الله حارمني نعمه النظر، بس بنفس الوقت الله عاطيني ملكات تانية قوية ممكن تعوضني عن عجزي. يعني مثلا أنا من صوتك قدرت ميز عمرك. طيب قديش بتعطيني عمر؟ يعني بين 25 28 سنة مو أكتر. يا سيدي ظنك طلع بمحله، أنا عمري 27 سنة. ها شفتي شلون؟ معناها معي حق استغرب شلون مستلمة حضرتك مديرة شركة وبهالسن الصغير هاد. شو يظهر واسطتك تقيلة كتير؟ بالفعل واسطتي كتير قوية لأنه بابا هو اللي دعمني. والسيد الوالد شو بيشتغل؟ صاحب الشركة يلي أنا مديرتها، يعني شركة قطاع خاص واختصاصها بالاستيراد والتصدير. أيوة أيوة، بس ما قلت لي شو إلها علاقة هالشغلة بجيتك لهون أول كل شهر؟ أنا بجي على المصرف وبسحب رواتب الموظفين وأرباح الشركة كل شهر، ومتعودة أشرب فنجان قهوة هون كل ما أنزل على البنك. طيب يا أنسة، يعني معقولة تحملي هيك مبلغ كبير وتجي فيه على الكافيتيريا؟ ليش فيها؟ هاي حضرتك عم تساوي نفس الشيء. وشو عرفك أنه أنا معي مبلغ كبير؟ عفواً أنا صدفة شفتك بالبنك وأنت عم تقبض المصاري وتحطهم بالشنطة. إيه؟ وصدفة سمعتك وأنت عم تحكي تليفونك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الواحد قد ما أخذ حذره إلا ما يشلق الناس يلي حواليه. مظبوط، والمفروض إنك تاخذ حذرك أكثر من هيك. عفوا يا آنسة، ليش هيك عم تحكي بصوت واطي؟ في شيء؟ إيه نعم في شيء. في ثلاث شباب قاعدين مقابلنا والظاهر انهم حاطين عينهم على الشنطه يلي معك. شو هالحكي؟ ليش شو عرفهم انه معي مصاري بالشنطه؟
ما بعرف، بس في احتمال يكونوا مراقبينك من الصبح. العمى العنين، شو بدنا نعمل يعني؟ ولا يهمك استاذ، بتحب اطلب لك الشرطة؟ وشو بدنا نقول للشرطة؟ الموضوع كله لسه تخمينات. معك حق، ما في عنا شي نقوله. لا، والمشكلة انه الشوفير مطول ليرجع ياخدني. عفوا يا آنسة، شو اسم حضرتك؟ انا اسمي لينا. عاشت الاسامي، وانا اسمي سامي. تشرفنا استاذ سامي. الله يزيدك شرف. آنسة لينا، ممكن تساعديني لأطلع من هون دخيلك؟ ليش، لوين بدك تروح؟ مو مشكلة وين بدي روح، المهم اطلع من هون بأي طريقة. طيب تفضل. معناها شغله جد؟ هيك يبدو. طيب انت معك سياره؟ ايه معي سياره ليك. طيب خلينا نطلع فيها، بتضل السياره امن من الوقفه بالطريق. بيكون احسن. امشي يلا. تفضل استاذ سامي، ليك السياره. ما بعرف شلون بدي اشكرك يا انسه، الحقيقه انت الله بعث لي اياكي من السماء. ولا يهمك استاذ، بس ما قلت لي وين بدي اخذك. اذا ما عندك مانع يا انسه، بنعمل كم لفه بسيارتك على بين ما توصل سيارتي. طبعا هذا اذا ما عندك مانع وعندك وقت يعني. ولا يهمك تفضل. ظهر الشغلة ما فيها مسح بنوب، شباب ورانا. شو هالحكي، لساتن ورانا؟ ايه، شو بتحب نسوي استاذ؟ دخيل عينك، لو كان خلينا نرجع على القهوة، إذا لقينا شوفير هنيك بتكون انحلت المسألة. وإذا ما لقينا؟ ساعة ما نفكر شو ممكن نعمل. طيب أوكي. قدام القهوة؟ ايه. لساتهم لاحقيننا؟ لا، ما في حدا، الظاهر انهم راحوا. خي الله يطمنك، بتصدقي صار قلبي بين رجلي؟ بس على كل حال نحن المفروض ما نطمن كل هالقد، في احتمال يرجعوا بأي لحظة. معناها لازم نتصرف بسرعة. دخيل عينك يا آنسة، الشوفير تبعي ببين عليكي؟ ايه ليكو عم بينتظرك جوا، رح انزل اندهله. وشلون بدك تتركيني لحالي؟ قلت لا تخاف، ثواني وبرجع لك. ايه لا تطولي. لا لو سمحت يا اخ. خير يا انسه؟ كان في رجال قاعد هون من شوي. امتى؟ هلا من ثواني. يمكن فات لجوا، لحظه لشوف لك. يلا. شو لقيته؟ ما لقيته. غريبة، شلون هيك اختفى بلحظة؟ طيب أنا بقدر أخدمك بشي؟ دخيل عينك، أول ما تشوفه قل له الأستاذ سامي منتظرك بالسيارة المرسيدس اللي برا. أنا مرسيدس؟ لك هي. لك العمى، وين طارت السيارة؟ هاي 50,000 سمير. هات. قديش صار واصلكم؟ هلا كل واحد صار معه 100,000 ليرة. ايه بكفيكم هيك، هات الباقي لهون. عفوا معلم، بس هيك قليل كتير. لك اخي ليش انتو شو اشتغلتوا؟
أنا اللي حملت نص العملية على كتافي، ليش قليل دور الأعمى اللي مثلته؟ قسما بالله آل باتشينو ما قدر يمثل هيك دور بفيلم عطر امرأة. قدر يمثله؟ ما قدر.